بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 23 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد القادر السالم علي الناخبي من اليمن. أخونا يعرض وضع مقبرة لديهم ويقول إنها أصبحت عرضة لمرور المشاة والدواب وكذلك السيارات، ويسأل كيف العمل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا شك في حرمة الأموات وكف الأذى ووجوب كف الأذى عنهم بأي نوع من أنواع الأذى، ومن ذلك تطرق من فوق قبورهم والمشي عليها وإلقاء القاذورات وما أشبه ذلك من أنواع الأذى. الواجب أن تصان مقابر المسلمين وأن تجنب الأذى. وما ذكره السائل من حال هذه المقبرة التي في بلادهم وأنها يحصل عليها أذى من الناس بتطرقهم من فوقها وما أشبه ذلك، هذا أمر لا يجوز. حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. الواجب أن تسور هذه المقبرة، أن تحاط بسور يمنع عنها أذى الناس. يرجع في هذا إلى المسؤولين، يرجع إلى البلدية والشؤون البلدية، وهي تقوم بالواجب إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم خاحة. أخونا له قضية، يقول إنسان لا يستطيع أن يغتسل في الليالي الباردة إلا في النهار، كيف يصنع في صلاة الصبح جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليه أن يصلي صلاة الصبح في وقتها ومع الجماعة، ويسخن الماء، سخن الماء بما يسهل عليه استعماله. وسائل التسخين ولله الحمد متوفرة، إما بالحطب وإما بالغاز وإما بالكهرباء. يسخن الماء ويغتسل ويصلي صلاة الصبح في وقتها مع الجماعة، ولا يؤخرها إلى النهار، لأن في ذلك إخراجا لها عن وقتها، وأيضا في ذلك تفويت لصلاة الجماعة. وكونه لا يتحمل الاغتسال في الليل، نعم، كما ذكرنا يسخن الماء بحيث يسهل عليه استعماله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لو افترضنا شيخ صالح أن وسائل التدفئة أن وسائل التدفئة في هذه المنطقة غير موجودة، ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ لو فرض أن وسائل التدفئة غير موجودة، نعم، مع استبعاد ذلك، نعم نعم، والماء يضر به، نعم، لبرودته، نعم، أو يضر به لأذى في جسمه كالجروح، نعم، والحساسية الشديدة، فإنه يتيمم، يتيمم بالتراب ويصلي الصلاة في وقتها ومع الجماعة، نعم، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. ذكر
ذكر سبحانه وتعالى أن التيمم يباح لأحد أمرين، إما للمرض الذي يشق معه استعمال الماء أو يتعذر، والشيء الثاني فقد الماء وعدم وجوده. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، استبعدتم أن تكون وسائل التدفئة معدومة بشتى أنواعها، كأني بكم ترمزون إلى شيء أو تهدفون إلى شيء وهو وجوب الاحتياط من قبل المسلم لهذه الأمور. لا شك، وهذا ليس هو من باب الاحتياط، هذا هو الواجب. طيب، لأن الله أوجب الطهارة بالماء ابتداء، ولا يجوز العدول عنها إلا لعذر شرعي مما ذكره الله سبحانه وتعالى، إما من المرض أو عدم وجود الماء، وأيضا من الأعذار إذا كان الماء قليلا لا يكفي لحاجته ولطهارته فإنه يستعمله في حاجته ويتيمم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: هل يجوز الصيام رمضان بالخبر دائما لأهل بلد من بلد آخر، حيث أنهم لا يرون الهلال إلا في اليوم الثاني بالنسبة للبلد المجاور لهم؟ وجهونا حول هذه القضية، جزاكم الله خيرا. قولوا صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته عن الهلال وافطروا لرؤيته، فإنه غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فأوجب صلى الله عليه وسلم الصيام بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان 30 يوما. والرؤية يكفي فيها شخص واحد من المسلمين، إذا رآه شخص واحد من المسلمين وأثبت ذلك عند القاضي فإنه يجب الصيام برؤيته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أخبر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصام وأمر الناس بالصيام. فإذا ثبت عند الجهة الشرعية مختصة ثبوت الهلال، ثبوت رؤية الهلال من شخص واحد فأكثر، فإنه يجب على المسلمين كلهم الصوم في البلد وفي سائر الإقليم الذي لا تختلف فيه المطالع. طيب، الإقليم المتقارب، نعم، والبلدان المتقاربة التي هي إقليم واحد لا تختلف فيها المطالع، يجب عليهم جميعا أن يصوموا. وأما إذا اختلفت المطالع فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. نعم، والصحيح أن لكل أهل إقليم رؤيتهم. قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالمدينة لم يصم على رؤية أهل الشام، دل على أن اختلاف المطالع يؤثر في بداية الصيام ونهايته، وأن لكل قوم رؤيتهم. أما إذا كانت المطالع لا تختلف بالنسبة للمنطقة أو الإقليم المتقاربة، فإنه يجب على كل من بلغه رؤية الهلال رؤية شرعية أن يصوم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دائما تتردد الأسئلة والأفكار حول الرؤية لشهر رمضان المبارك شيخ طالح، ولا سيما وهناك أناس أيضا يذكرون ويقولون إن الأمة الإسلامية تتوحد برؤية هلال شهر الحج، فلماذا لا تتحد أيضا في رؤية هلال شهر رمضان؟ ماذا يقول الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، أتم توضيح، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. علق الصيام بأمر ظاهر، طيب، لا كلفة فيه ولا مشقة، طيب، وهو رؤية الهلال، نعم، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، الحمد لله، جعل علامات للعبادات واضحة يعرفها العامي والمتعلم ويعرفها الحضري والبدوي، وذلك برؤية الهلال، طيب، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. كما أنه جعل للصلوات مواقيت ظاهرة يعرفها كل أحد: الفجر بطلوع الفجر، نعم، الظهر بزوال الشمس من وسط السماء إلى جهة المغرب، العصر بمصير في الشيء أي ظل الشيء مثله، إذا تساوى الشيء الشاخص وظله كالجدار والشخص والعصا أو أي شيء شاخص، إذا تساوى الشيء
الشيء الشاخص المرتفع مع ظله وجبت العصر، هذه علامة واضحة. وجعل وقت المغرب بغروب الشمس، هذا شيء واضح، غروب الشمس في الأفق وإقبال الليل من جهة المشرق، وجعل علامة دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، وكذلك الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه علامات واضحة لا تكلف فيها والحمد لله، وليس بلازم أن يتحد الناس في الصيام، لأن هذا فيه مشقة عليهم، فالله جل وعلا يسر وعلق الأمر برؤية الهلال بالنسبة لكل إقليم يبتعد عن الآخر مسافة تختلف فيها المطالع كما أشرنا. أما إذا كانوا في إقليم أو منطقة لا تختلف فيها المطالع فإنه يكتفى برؤية واحد من المسلمين، ويلزم الناس كلهم الصوم، كل من بلغ رؤية الهلال يلزمه الصوم بذلك برؤية غيره والحمد لله. ولا يضر اختلاف المسلمين في بداية الصيام ونهايته. نعم. لأن كل قوم أمروا أن يصوموا بحسب رؤيتهم. طيب. وأن يفطروا بحسب رؤيتهم. طيب. وهذا فيه تيسير على الأمة، ولم يحصل بذلك خلل في الأمة في الصدر الأول في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، ما حصل عندهم خلل في الأمة بسبب عدم اتحادهم في الصوم. الحمد لله. كما أنهم لا يصلون في وقت واحد. طيب. الناس في مختلف أقطار الأرض لا يصلون في وقت واحد. نعم. لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر. طيب. يختلف توقيته. طيب. ولم يضر هذا بالأمة كما يظن بعض الجهال. طيب. لأن الله أوجب على كل فئة من المسلمين في أي بقعة من الأرض أن يصوموا بحسب العلامات، وأن يفطروا بحسب العلامات، وأن يصلوا صلوات الخمس بحسب العلامات التي نصبها الله سبحانه وتعالى إذا ظهرت لهم في أي مكان من الأرض. والذي فرق المسلمين الحقيقة إنما هو اختلاف العقيدة. طيب. ودخول الخرافات والعقائد الفاسدة في المسلمين، هذا هو الذي فرقهم. يوم أن كان المسلمون على عقيدة واحدة وعلى دين واحد واتباع للكتاب والسنة كانوا أمة واحدة غير مختلفين. طيب. ولما دخلت العقائد الفاسدة والأفكار المنحرفة والطوائف الضالة في الأمة تفرقت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الأمة التي لا تفترق، ما كانت على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذه لا تفترق، لا تفترق في دينها. وإن تفرقت في أوطانها وأبدانها في مناطق الأرض إلا أن دينها واحد، عقيدتها واحدة وأخوتهم واحدة. وكذلك مما فرق المسلمين عدم تحكيم كتاب الله وسنة رسوله. لما حكموا القوانين الوضعية وأحكام الطاغوت حصل الافتراق والخلل في الأمة. وقد جاء في الحديث أو في الأثر: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه هي الأسباب، الواجب أن تعالج هذه الأسباب حتى تتفق الأمة. أما قضية الهلال، قضية بداية الصوم أو نهايته، هذه أحكام شرعية بينها الله سبحانه وتعالى لعباده، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا حصل في ذلك اختلاف ولا افتراق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كم تقدرون المساحة التي يمكن لأهلها أن يصوموا برؤية الهلال في وقت واحد؟ كما ذكرنا المساحة التي لا يختلف فيها المطلع. وبعضهم يقول إذا اشترك الناس في جزء من الليل. نعم. إذا اشتركوا في جزء من الليل. نعم. فإنهم يكونون يصومون بصيام واحد ويفطرون بإفطار واحد. طيب. أما إذا لم يشتركوا في جزء من الليل. نعم. فلكل قوم رؤيتهم. بارك الله. وبعضهم يحدد هذا بمسافة حسب درجات الفلك. نعم. كما يعرف ذلك الفلكيون. نعم. نعم.
لكن الذي يميل إليه الشيخ صالح هو اختلاف المطالع، سواء قلنا أن هذا بحسب المسافة ودرجات الفلك أو أنه بحسب الاتفاق في جزء من الليل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. بعد هذا ننتقل إلى رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول تلميذكم مختار عبد الله إسماعيل. الأخ مختار له جمع كبير من الأسئلة بلغ الثمانية. يقول في السؤال الأول: ما حكم الإسلام في من يشرب الدخان ويصلي في المسجد؟ شربه للدخان حرام، لأن الدخان مضر ومسبب لأمراض خطيرة، وأيضا الدخان مؤذن للناس برائحته ونكنه، فهو يؤذي كل من قرب من المدخن أو جالس المدخن، تأذى بالرائحة الكريهة الخانقة، وربما يتضرر في صحته، ومضر وحرام أيضا لأنه إتلاف للمال بغير فائدة. الدخان ليس فيه أي فائدة ولا أقل نسبة، ليس فيه وجه أو جزء من الفائدة ولا واحد في الألف، كله ضرر محض، ما كان ضررا محضا لا شك في تحريمه. قال الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكل هذه الآفات تجتمع في الدخان، فهو مضر وهو منفذ للمال بغير فائدة وهو خبيث، وكل هذه الصفات القبيحة تجتمع في الدخان. ولولا أن الله يسلب عقول أناس يشربون الدخان لما شربه عاقل، ولكن كما يقول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فهؤلاء الذين يشربون الدخان في الحقيقة ليس لهم عقول يفكرون بها، يلغون عقولهم تماما، وإلا لو فكروا أدنى تفكير لما أقدموا على شرب الدخان، لأنهم يعترفون أنه مضر وأنه خبيث وأنه منفذ للمال بغير فائدة، يعترفون بذلك. ولكن حكم التقييد الأعمى والعادات السيئة تجر الإنسان إلى ما لا تحمد عقباه. أما الصلاة إنها واجبة عليه وتصح صلاته، يثاب عليها، لكنه يأثم على شرب الدخان. الدخان معصية يستحق عليها العقوبة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما صلاته فهي صحيحة ويثاب عليها لأنه مسلم، وإن كان عاصيا فإنه مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لكنه مسلم عاص معرض للعقوبة إلا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك الدخان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، ربما لهذا السؤال وجه آخر يقصده صاحبه، وهو أن رائحة الدخان تبقى عالقة ببعض الناس حتى وهو في المسجد، وحينئذ يتأذى المصلون والملائكة من رائحته، هل لكم من توجيه آخر شيخ صالح؟ هو صلاته في حد ذاتها صحيح، طيب، لكنه يأثم على تناول الدخان ويأثم على أذية الناس، يأثم على أذية الناس وعلى دخوله المسجد بالرائحة الكريهة، يأثم بذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آكل البصل وآكل الثوم، نهاه عن دخول المسجد، نعم، حتى يزيل هذه الرائحة. فيجب على من ابتلي بالدخان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك الدخان حتى يسلم من هذا الإثم ومن هذا الأذى. ولكن إذا لم يتوب إلى الله وكان فيه رائحة كريهة من الدخان، فإنه قبل أن يدخل المسجد يجب عليه أن يأخذ ما يزيلها من المنظفات أو من الأشياء التي تقطع الرائحة، يعالج هذا الأثر السيء، يعالجه بأشياء تخففه أو تزيله. نفع الله بكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: ما حكم الإسلام في من يصوم ولا يصوم؟ الذي لا يصلي لا يقبل منه صيام ولا غيره، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ومعلوم أن البناء لا يقوم إلا على عمود، الصلاة هي عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، من تركها
فقد كفر، كما في الحديث الصحيح الذي هو في صحيح مسلم وغيره. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، كما هو مروي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على كفر تارك الصلاة متعمدا، وإذا تركها متعمدا صار كافرا ولا تقبل منه جميع الأعمال، لا الصيام ولا الصدقة ولا سائر الأعمال حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا أريد شرحا مفصلا حول كيفية الاغتسال. كيفية الاغتسال كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث من فعله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه عليه الصلاة والسلام، يغسل كفيه ثلاثا، ثم يستنجي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه بالماء حتى يروي أصول الشعر، ثم يفيض الماء على رأسه، يحث على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على جسمه عليه الصلاة والسلام. هذه صفة الاغتسال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجوز أخذ الأجر على الرقية الشرعية أم لا؟ يجوز أخذ الأجر على الرقية الشرعية، والدليل على ذلك حديث النفر من الصحابة الذين كانوا في سفر مروا بحي من أحياء العرب فأضافوهم فلم يضيفوهم، فقدر الله سبحانه وتعالى أن ندر كبيرهم، فجاءوا إلى الصحابة وسألوهم الرقية، قالوا إننا نرقي ولكن نحن أضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقي إلا بجعل، فشرطوهم على قطيع من الغنم. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم فقرأ على اللذيذ فاتحة الكتاب، قرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، فأخذوا القطيع وامتنعوا من التصرف فيه حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبروا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حصل، فقال عليه الصلاة والسلام إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فاقسموا واضربوا لمعكم بسهل. فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على الرقية الشرعية، وكونه يرقي بدون أجرة أحسن، لأن هذا من فعل المعروف وفعل الطاعة ونفع المسلمين، ولكن إذا أخذ الأجرة فهذا أمر جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى